مرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة اليوم من بورصة الرأي، نطرح فيها إشكالية الدراما التاريخية ما بين اتهامات البعض لها بتزييف التاريخ وإلحاح البعض الآخر على ضرورة الالتزام بالأحداث التاريخية ووضع حدود واضحة لها. مرة تعرض فيها أو يعرض فيها عمل فني درامي تاريخي جديد، فيلم أو مسلسل، يثار النقاش من جديد بين من يطالب بعدم تقييد حرية المبدع أو ضرورة التزامه بضوابط معينة لتجنب ما يوصف بتشويه أو تشويش وقائع التاريخ في ذهن المشاهد. الدراما والتاريخ قضية لطالما أثرت اهتمام النقاد والكتاب والمؤرخين والمراقبين والسياسيين. اليوم نحاول معرفة رأيكم حول الموضوع، فهل تثقون بما تنقله الأفلام والمسلسلات التاريخية من وقائع؟ وهل تستقون منها معلوماتكم التاريخية؟ هل تعكس هذه الأعمال الفنية برأيكم الأحداث التاريخية بطريقة موضوعية؟ أم أنها مرتبطة بشكل أو بآخر بحسابات شخصية أو سياسية أو فنية؟ ما هو دور الرقابة في هذا المجال؟ وهل من حكم وكلمة فصل في وقت تخضع فيه الحقبات التاريخية لتباين في المصادر والتفسير والتحليل؟ شاركونا آراءكم عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أو اتصلوا بنا مباشرة عبر رقم الهاتف المتوفر أمامكم. وانضم إلينا مباشرة عبر سكايب نورس أبو صالح، وهو مخرج من الأردن. مرحبا بك سيد نورس. أبدأ معك من سؤال عام، يعني هل تعتقد أن الدراما التاريخية تعكس بطريقة أمينة الأحداث التاريخية والحقبات التاريخية، أم أنها قد تلجأ بشكل متعمد أو غير متعمد إلى بعض التزييف في هذا المجال؟ مرحبا، اهلا وسهلا. الفكره في الدراما التاريخيه انه هي تقوم على قصص حقيقيه، لكن قد يتم تحوير السيناريو باتجاه خدمه الفيلم من كابلوت، كفيلم كابلوت، يعني من مقدمه وصراع وذروه ونهايه. هنا قد يحدث لبعض القصة بعض التحوير، أو مثلا الاستغناء عن بعض محاورها، أو عدم إظهار جميع الشخصيات، أو التلاعب بإضافة شخصيات جديدة. هذه الإشكالية الأولى في الدراما التاريخية. نعم. خاصة نعم. نعم أكمل، تفضل. نعم. الآن في هناك أحيانا يتم خلق أحداث جديدة من أجل إيصال رسائل معينة تؤدي إلى حرف الدراما التاريخية عن 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 رسالتها أو عن 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 سياقها التاريخي. وبالعادة طبعا نحن نعرف المقولة المعروفة أنه التاريخ يكتبه المنتصرون، ولكن ايضا في السينما التاريخ يكتبه السينمائيون اصحاب اليد العليا، وبالتالي يتم تسخير كثير من الدراما التاريخيه لايصال الرسائل، وفي الغالب تكون رسائل سياسيه. رسائل سياسيه، نعم. نورس ابو صالح ابقى معي، سنعود اليك. ومعي عبر الهاتف محمد طه، وهو مصور ينضم الي من باسل الحاج. باسل الحاج متابع للأفلام السينمائية إذا معي من الأردن. باسل أود أن أعرف منك، يعني بالنسبة إليك، هل تتفق أن هذا النوع من الأفلام عندما يعني يبث على المشاهدين لديه نوع من رسائل معينة سياسية يراد منها يعني توجيه أيديولوجيا معينة للجمهور؟ نعم، أهلا وسهلا. بداية هو نعم، تفضل. بداية هو موضوع الرسائل هو موجهة بأي حال من الأحوال، لأنه أي مشروع، أي مشروع إعلامي، في بروديوسر، في منتجين من وراهم، اللي يعني حتى إحنا لما ندخل في تحقيق الحقائق التاريخية فهو مثلا بيكون عن 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 طريق مؤرخين معينين اتفقوا إنه هي هاي الحقائق اللي راح تطلع. لا يوجد أي حادثة تاريخية عبر العصور في عليها اتفاق انه والله 1 2 3 هو هذا اللي حدث بجميع وجهات النظر، حتى في تاريخنا الإسلامي دائما في خلاف عليها.
فهو الجهه اللي بتطلع وبتصدر وبتكون هي المرجعيه لهذا الحدث اكيد هي بتعمل هذا العمل لاجل انها يعني سواء بطريقه مقصوده او غير مقصوده هي بتايد وجهه نظرها وبتايد وجهه نظرها. طب وبالتالي يعني كيف يمكن ان نطلب من كاتب سيناريو او من مخرج يعني يصور حقبه تاريخيه معينه ان ينقل بكل امانه هذه الحقبه طالما انه لا اتفاق اصلا تاريخي ان لناحيه التحليل او التفسير او النقل يعني باعتبار ان المصادر متعدده جدا في هذا المجال؟ بصراحة أنا بشوفه صعب جدا. هو بالنهاية راح ينقل وجهة نظر أو إنه هو يطلع ينقل وجهة نظر يحكي هاي الخلاصة اللي أنا طلعت فيها من بين كل هاد يعني ما بين جميع الأطراف اللي أنا أصغيت لها وسمعت لها واطلعت عليها، لكن بالنهاية هو راح يعرض في النهاية راح يعرض وجهة نظر ثالثة غير عن الوجهة النظر الأولى أو الثانية. فهو بالنهاية الواحد محصور لما يعرض هذا التاريخ، محصور إنه يعرض شيء هو يعني هو موجود وقائم من زمان وقائم الصراع على كيف يعرض هذا الموضوع قائم من زمان، سواء كان بالكتب قديما الحين صار انه ممكن يطلع بالافلام وهي لغه العصر. فهذا بس يعني نقل لآلية الصراع، بدل ما كانت بالكتب والمجلدات والروايات الحين صارت عن طريق الافلام والسينما والمسلسلات. بس ابقى معي، اعود الى نورس ابو صالح. نورس يعني استمعت معي الى اشكاليه المصادر وتنوع هذه المصادر، هل تقف فعلا النصوص التاريخيه الاصليه عائق امام يعني الحقيقه ان كنا نبحث عنها في الاعمال التاريخيه المجسده اليوم على الساحة العربية؟ يعني هو اختلاف النصوص، اختلاف وجهات النظر تؤدي إلى ظهور عدة آراء. الفيلم يعبر عن وجهة نظر في النهاية. في أمثلة من الأفلام التي بدأت تظهر حاليا وهناك عليها جدل كثير، مثل خروج ملوك وآلهة أو مثل فيلم نوح عليه السلام. طبعا كل هذه الأفلام أخذت من وجهة نظر، لكن يدافع الكتاب والمخرجين في هذه الأفلام عن أن الفن جاء ليقدم وجهة نظر مختلفة عن النصوص الدينية أو النصوص التاريخية، وجاء ليعالج القضية برؤية أخرى، وبالتالي لم يكن هناك أصلا التزام بالمسار التاريخي، وإنما كان هناك وجهة نظر جديدة خلقتها الحالة الفنية والحالة السينمائية. طيب بما أنك يعني أشرت إلى فيلم الخروج، فيلم الخروج أثار جدلا كبيرا في مصر وفي المغرب، وقد تم منعه يعني في هاتين الدولتين باعتبار أنه يعني ينقل بحسب السلطات المصرية والمغربية نوع من الحقائق المشوهة. عندما يعني نأخذ هذا المثال، يعني من علينا أن نصدق؟ هل نصدق الرواية الرسمية المصرية أم وجهة نظر أمريكية من هوليوود؟ أنت لست بحاجة إلى أن تقارني بين وجهتي النظر حتى تصدقي أو لا، نحن بحاجة إلى أن ننتج فيلم يعبر عن ما نسمع. لا بس أنا أخذت هذا المثال لأنه منع، وبالتالي عندما يمنع فيلم ما فهو بالتالي يعني هناك نوع من اللغط حوله، وبالتالي هذا اللغط هو مسار الجدل. نعم اسباب المنع انا يعني لا اعرف بالضبط مدى يعني مصداقيتها، سواء كانت سياسيه او حتى دينيه، هل تحدثوا مع الازهر، هل منعوه بسبب ذلك الاشياء. ولكن الفيلم اصلا يضرب بعرض الحائط الاديان الثلاثه، يعني ولا لا يقوم على روايه واحده اصلا، يعني او لا يثبت روايه من الروايات البارده. ولكن ايضا المنع في هذا العالم لا ينفع، يعني نحن الان في عالم الانترنت وعالم الفضاء المفتوح، نعم تستطيع ان تشاهد اي فيلم ممنوع من العرض. أنا برأيي إحنا نخرج من موضوع ما نصدق إلى موضوع يجب أن ننتج ما نؤمن به، يعني إذا كان هذا الفيلم لا يعبر عن وجهة نظرنا، فلنقوم بإنتاج فيلم يعبر عن وجهة نظرنا بنفس بسيناريو نعتقد أنه الأقرب للحقيقة أو للنص التاريخي. يعني عندما تقول لي يعبر عن وجهة نظرنا، وجهة نظر من تقصد؟ اللي هو النص التاريخي الذي يعبر عن ما نؤمن به على الأقل. النص التاريخي بعدنا عم نقول أنه النص التاريخي يخضع لعدة تفسيرات، وبالتالي هذه هي ربما الإشكالية الأساسية في اختيار الزاوية التي يعني يحق لكل فنان أو كل مخرج أو كل كاتب اختيارها لنقل الصورة يعني كما أراها أو كما استخلصها من النصوص التاريخية. تمام الآن الإشكالية في الأفلام هذه، أنا مثلا الذي كتبها أناس في الغرب لهم وجهة نظر في هذا التاريخ ورواية مختلفة قد تقوم على عقيدة مختلفة، وجاءوا ليعرضوها في بلدان لهم عقيدة مختلفة ووجهة نظر مختلفة. هنا الإشكالية التي حدثت. طيب ابقى معنا لا. نورس، وأعود إلى باسل الحاج. باسل يعني أخذنا مثل فيلم الخروج والذي منع في مصر وفي المغرب، برأيك
يعني نورس قال إن هذا النوع من المنع من الرقابة لا ينفع ولا يؤتي أكله، باعتبار أن يعني المشاهد يمكن أن يلجأ إلى وسائل أخرى لتلقف أو مشاهدة الفيلم. ما هو رأيك أنت شخصيا، هل يجب أن نمنع أو أن نراقب إلى هذا الحد أفلام معينة؟ والله أنا بتفق مع أخي 100%، يعني بالعكس بزيد على هيك إنه إحنا يعني سياسة المنع ممكن تدل على الضعف، يعني إذا إحنا بنؤمن بوجهة نظر معينة، إحنا مبدأ القوة زي ما هو تفضل إنه إحنا ننتج إشي بوجهة نظرنا القوية وبإنتاج قوي وضخم، لكن إنه إحنا نمنع معناته إحنا خايفين إنه والله هذا الأفكار ممكن تتسرب أو تتسلل. لكن حتى في هيك يعني حتى فكرة المنع كلها ما مش موجودة في هذا الزمن، لا مع كتاب ولا منع فيلم ولا منع مقطع ولا منع إشي، يعني الحين موضوع المنع صار فعلا بالمستحيل في هذا الزمن في الانترنت، يعني ليس لهذه الدرجة، لأنه يعني ما زال هناك أفلام تمنع في العديد من الدول العربية. صحيح، هي تمنع عن دخولها للسينما الرسمية لكن لا تمنع عن دخولها للمشاهدين لبيوتهم لللابتوب للتليفونات لكل الوسائل اللي ممكن يوصلوا لها. يعني أنا لو شخص بده يشاهد فيلم ممنوع في البلد اللي هو فيها في 100 طريقة إنه يحضرها، فهي سياسة المنع كلها لا يعني مش مجدية في هذا الوقت، بالعكس أحيانا سياسة المنع ممكن تنشر أكثر وتساعد على نشر هذا الموضوع أكثر. يعني في أشياء مثلا الواحد ممكن بس يحضرها، أو مثلا كتاب والله ممنوع أو ليش ممنوع وينتشر ويطلع صيت للكتاب بسبب منعه، أو يطلع صيت للفيلم بسبب إنه منع. فسياسة المنع سياسة ضعف أنا بعتبرها، ما أعتقد إنه سياسة السياسة الأقوى طبعا هي إنه ننتج ونقوي، لكن للأسف لأنه ولماذا يعني لماذا لا نوضح الصورة؟ لماذا لا نوضح الصورة بدل المنع ونترك للمتلقي حرية تقييم العمل الفني بنفسه؟ طبعا هذا هو المطلوب، إنه احنا ننتج، لكن هو يعني سياسة المنع ناتجة عن إنه إحنا نوعاً ما غير قادرين مسلمين، لأنه إنتاج الأفلام الهوليوودية والأمريكية والغربية بشكل عام أقوى بمراحل كبيرة جداً جداً، حتى اللغة اللي ممكن ينتج فيها إلى آخره، يعني هاي دوامة كبيرة. هو إنه إحنا مش قادرين ننتج شيء ينافس اللي هم بيعملوه، فبنلجأ لطرق أخرى ولطرق تانية. وزي ما كمان تفضل ممكن يكون يعني في مرجعيات كونه الأزهر تكلم أو إلى آخره، أنا ما بعرف هل تكلم فعلاً ولا لا، لكن يمكن يكون في مرجعيات دينية يعني بتعطي حكمها انه بالمنع بدون دراسه تاثير هذا المنع او طيب بس خليك معي، سنتابع بعض المشاركات الالكترونيه عبر فيسبوك وتويتر. مها عبر تويتر كتبت: الجمهور يعلم انه ليس عليه ان يبني قناعاته التاريخيه من الافلام، ولكن اصحاب القرار لم يفهموا ذلك او لا يريدون ان يفهموا لمصالح اخرى. هناك مشاركة أخرى لديانا لاني: منع فيلم الخروج لا فائدة فيه، لأنه ممكن مشاهدته عبر ويصبح الإنسان متشوق أكثر لمشاهدته، فكل ممنوع مرغوب. مشاركة أخرى من يوسف: لا يوجد أسوأ من كلمة منع، هناك أشخاص يتدخلون بكل شيء، عليكم أن تسمحوا بكل شيء وأن تتركوا الحكم للناس. إذن مشاركة أخرى: فوزي الجمري: في الأفلام التاريخية الغربية دائما يصور المسلمون أنهم وحوش، هناك فيلم أمريكي صور محمد الفاتح على أنه شاذ، وهي من المحاولات الكثيرة لتشويهه. إذن هذه كانت بعض مشاركاتكم، ومعي عبر الهاتف محمد طه، مصور ومخرج من سلطنة عمان. يا مرحبا بك يا محمد. يعني في الكثير مما يؤخذ على المسلسلات التاريخية أو على الأفلام التاريخية فكرة أو صفة المبالغة، وقد يعني استمعنا إلى بعض التغريدات والتي تركز على تشويه ربما شخصيات تاريخية معينة أو اختزالها بصفات معينة. ما هو رأيك بهذا الموضوع؟ هل يحق للكاتب أن يأخذ ما يريد ويعني ما يحلو له من يعني سمات ينفرد بها أو تنفرد بها شخصية تاريخية معروفة؟ في البداية يعطيكم العافية، وبتشكر استضافتكم لي، وبقدر مجهودكم الكبير للبرنامج، وبتمنى لكم انطلاقة يعني تكون مميزة إن شاء الله بقناتكم، وتكون منبر إعلامي فعلا يحمل صوت الشباب ويزيد الوعي لهذه الفئة المستهدفة. في البداية أختي بخصوص الدراما التاريخية، خليني أحكي أنه السينما والتاريخ من البداية علاقتهم مع بعض كانت قائمة على خلافات،
بحيث أن المؤرخين التاريخيين كانوا بيشوفوا أن السينما بيقوموا على صنع أفلامهم بطريقة فقط تروي وجهة نظرهم، وهذا برأيي الشخصي هو مش غلط. بالنهاية المادة الإعلامية المقدمة هي ملك لصاحبها ومنتجها. فيما يخص التزييف أو نقل الوقائع للدراما التاريخية لا يفرق، لا يعني غير ملزمة بتقديم الواقع كما هو. وأساسا الدراما فكرتها أنها يعني تلون الواقع وتجمله، لكن كل شيء بزيد عن حده أكيد. طب لماذا إذن يعني كل نتيجة سلبية؟ طب كيف نفهم كل هذه الانتقادات التي تطال أفلام أو مسلسلات معينة لمجرد أنها تركز على سمة معينة من شخصية معينة، أو أنها تبالغ في نقل أحداث ما أو تغفل أحداث أخرى؟ يعني فيما يخص هذا الجانب أختي بخصوص نقل الشخصيات أو المبالغ اللي بيكون موجود فيها، بالنهاية السينما أو الأفلام الدرامية هي بتقدم وجهة نظر واحدة بيرسمها الكادر العمل اللي هو المسؤول عن هاي المادة. الآن المطالب فيه إنه الجمهور يكون عنده الوعي التام إنه هاي المادة الإعلامية كمصدر تعليمي أو كمصدر معرفي هي غير كافية. وهذه هي المشكلة الأساسية، إنه الكل يعتمد على هاي الأفلام كمرجع أساسي في بناء معرفته أو بتزويد المستوى الثقافي تبعه. طيب محمد ابقى معي، سأعود إليك وأنتقل إلى باسل الحاج معنا من لندن. باسل، يعني أستكمل فكرة محمد، وهي أن لي على المنطلق مسؤولية كبيرة جدا في هذا المجال، ولكن كيف يمكن أن نمنع من أن تصبح هذه الأعمال الفنية مرجعا تاريخيا؟ والله هي مش بس بالنسبه للاعمال الفنيه، هي حتى الدراما كلياتها بشكل عام، لانها داخله في حياتنا وداخله في حياتنا بشكل كثير كبير، فهي صارت وبحكيها للاسف، هي صارت كمان مرجع اخلاقي ومرجع سلوكي ومرجع بدون ما نحس. فالانسان كيف ممكن انه هو طبعا الانسان مسؤوليه، الواحد سواء بقرا كتاب او بحضر فيلم او حتى دوكيومنتري او الى اخره، يعني ابسط الامور الواحد يتاكد من ما هي المرجعيه اللي استخدمت في هذا الموضوع، سواء كان قصة عالمية أو قصة يعني فيها ديانات مختلفة أو يعني بس الجمهور العادي الشاسع ربما يعني ليس مطلع بما يكفي عن الأحداث التاريخية المتعاقبة عبر الأزمان، وبالتالي يمكن يعني يقع في هذا الخلط وفي هذه المغالطات. صحيح، هذا واقع جدا. لكن بضلها مسؤوليه المتلقي انه هو يكون واعي على شو اللي قاعد بتلقاه، يعني اقل الاشياء اللي ممكن الشخص يسويها هو انه يتاكد ما هي المراجع او المصادر اللي بنيت عليها هاي القصه. فاذا كانت مصادر ومراجع هو بالنسبه له نوعا ما موثوقه، فخلص ممكن يعني يكون قطع شوط. لكن اللي اكثر من هيك انه هو يدور ويشوف وجهات نظر اخرى ويشوف وجهات نظر ثانيه، عشان الواحد كمان بالنهايه يكون تاكد من انه المعلومه اللي انرسخت فيه بطريقه، ويكون كمان حذر اكثر من أي شيء تاني في خلال الدراما، لأنه الدراما بتوصل الرسالة بطريقة محسوسة وغير محسوسة، وبطريقة يعني هو ما يمكن يكون ما تخيل إنه هذه القيمة أو هاي المعلومة عنده من خلال هذا العمل الدرامي. نعم. في خلال الدراما لسه الإنسان بيكون أحرص من أي مصدر تاني يتلقى من خلال المعلومة. نعم. شكرا جزيلا لك باسل الحاج، كنت معنا من لندن. وأعود إلى نورس أبو صالح. وإلى سكايب، عدنا إليك وأخيرا ظهرت بالشكل المناسب. أود أن أسألك يعني بالنسبة للأعمال الفنية للدراما التاريخية، هناك من يعني يصر على أنها يجب أن تنقل الأحداث التاريخية كما هي، وهناك من يطالب بأن تتكيف بشكل أو بآخر يعني مشاكل العصر ومجاراته. كيف يمكن أن نكيف بين هذين المطلبين؟ يعني هكذا هو التاريخ اصلا، يعني انت ترجع للتاريخ لحتى تستفيد منه في الحاضر، والدراما يجب ان تحاكي هذا الشيء، يجب ان تستفيد من التاريخ حتى تحاكي الحاضر. لكن الان المشاكل التي تحدث هي عدم قدرتنا على تضييق في هذا التاريخ في معالجه المشاكل الواقعيه الان. معظم الدراما التاريخيه التي هي من انتاجنا العربي بين قوسين هي فقط تنقل الكاميرات من شخصيه لاخرى، يعني اذا تناولنا مثلا فيلم يتناول عن شخصيه تاريخيه او صحابي او خليفه، ثم تناولنا نفس الفتره من
شخصية أخرى، نجد أن الأحداث تتشابه ولكن نحن غيرنا الأشخاص. هنا هذه الدراما برأيي قاصرة عن، هي فقط تقوم بالسرد التاريخي ولا تعطينا أي شيء جديد يحاكي الواقع، بينما في الدراما العالمية التاريخية هي مليئة بالرسائل. هذه الرسائل التي تحدد أهداف الأهداف الاستراتيجيات، طريقة التفكير، توجه الجمهور نحو معنى معين، ومعظم هذه الرسائل طبعا سلبية للأسف باتجاه العالم العربي والإسلامي. نعم، نورس أبو صالح شكرا جزيلا لك، وأعود إلى محمد طه معنا من سلطنة عمان. محمد، يعني هناك زاوية أخرى مهمة جدا وهي التقنيات التي تعتمد اليوم لنقل هذه الأحداث التاريخية. هل يعني تقنيات العصر المتقدمة جدا تقف عائق أمام نقل الحقبات التاريخية كما جاءت وكما وردت في النصوص التاريخية؟ الدراما العالمية أو بشكل خصوصي الدراما العربية، يعني للأسف سوء، يعني قلة الخبرة في التعامل مع هاي الثورة الجديدة اللي طالعة كوسيلة فعلا مؤثرة على الجمهور، وعدم فهمها وعدم حتى استشعار أهميتها من قبل رؤوس الأموال عنا، هي اللي أدت بالفجوة ما بين الدراما العربية والدراما العالمية. خلينا نحكي بخصوص الجانب التاريخي ومحاكاة التاريخ والواقع الحالي اللي احنا بنعيشه. بوافق الشباب على كل ما قدموه بخصوص الأخباث، إنه بالنهاية المتلقي يقع عليه مسؤولية كبيرة، وبتخيل إنه في هذا الجانب إنه الدافع الأساسي لأي متلقي بالسعي لوراء المعرفة الحقيقية شعوره بأهمية الحصول للمعرفة، وهذا الجانب بالذات حبيت أؤكد عليه، لأنه يعني قلة أهمية الحصول على المعرفة هي للأسف متواجدة عندنا كشباب عربي، وللأسف الواحد يعني بيعترف ببعض الأمور، إنه يعني نحن شعب لا يقرأ، فبالتالي لما يتعرض لأي وسيلة تأثير مثل الدراما أو السينما شيء طبيعي إنه يتفاعل معها من دون ما يناقش، من غير تفكير، فبالتالي السينما أساسا قائمة على التلاعب أو التوجيه. شكرا لك يا محمد طه، شكرا وسيلة لهاي الموضوع. العفو، حيرنا. شكرا جزيلا لك، كنت معنا إذا من سلطنة عمان. فاصل قصير ونعود بعدها. الأسبوع السوري تشاهدونه في الأوقات التالية: التلفزيون العربي من الألف إلى الياء. الحب من أول نظرة، مش دايما بين الرجل والمرأة، ممكن كمان يكون بين الإنسان والمكان. هذا الاختلاط بين الحداثة والأصالة، بين المتناقضات التي تعيش في سلام، كل يحتفظ بنفسه وبهويته. أنا شخصيا
أحب تلك المدن التي تشبه قلبي، وأحببت سراييفو من النظرة الأولى. بكم من جديد مشاهدينا. هل الدراما التاريخية تجسيد للواقع التاريخي أم تشتيت لهذا الواقع؟ كاميرا بورصة الرأي طرحت السؤال على المواطنين في الأردن، ونتابع أبرز ما جاء في آرائهم. والله بالنسبة للمسلسلات والروايات أنا ما بصدقها، فيها مبالغ كثير، يعني زمان كانوا أبسط من هيك، حاليا بتحس أنه يعني بدبلجوها بامور يعني بيزيدوا عليها شغلات كثيره. هم زمان كانت ابسط الحياه منك بكثير يعني، فما مصدقها. لا والله هي نوع من اشباع الذات بالنسبه للمشاهد، فشو ما حطوا في داخل هذا المسلسل فمجبور اي مشاهد انه يصدق خلص هذه روايه، ومعتقد عندهم انه اللي الروايه او الكاتب لهي المسرحيات او هذه المسلسلات التاريخيه أصبح مصدق. والآن إحنا بنشوف مسلسلات على سبيل المثال للدولة العثمانية كلها كحقائق كلها مدسوسة في داخل المسلسلات على أساس إنه تشبع المشاهد في زيادة في الحلقات وزيادة في در الأرباح على الشركات الخاصة بالنسبة للي بتنتج المسلسلات التاريخية. ممكن لأنه في بعض الروايات بتحكي واقع حقيقي يعني مأخوذة من الحقيقة، وممكن إنه لا إنه مأخوذة من الخيال، فاحنا يعني في شغلات لازم نصدقها وفي شغلات لا. الافلام التاريخيه بتتصدق وما بتتصدق بذات الوقت، بتتصدق لانه موجوده وما بتتصدق لانه هن بيزيدوا عليها اشياء كثيره، يعني حتى في تحريف فيه. هذا هو السبب، كله تركيب وكله ضحك على الشعب وكله بس تعبئه وقت، تعبئه برامج تيفضوا حقها، كله ماده بالنهايه. الافلام التاريخيه اكيد في شيء منها من التاريخ، وفي شيء انه مش عم يعملوه انه هيك على من عندهم، يعني شيء تجربه بالحياه مرقت وعم بيمثلوها. هذه هي بالواقع، يعني الواقع التمثيلي بده يكون في شيء منه لينعمل، ما بينعمل هيك يعني من ولا شيء. هذه كانت إذن آراء بعض الأردنيين وبعض اللبنانيين أتتنا من هناك. وينضم إلينا عبر سكايب عمار المأمون، وهو ناقد وصحفي مهتم بالشأن الثقافي والفني من سوريا. مرحبا بك. يعني بالنسبة إليك، ما هو رأيك بآراء ما سمعناه؟ هل تجد يعني أنه يجب أن نصدق ما يرد في المسلسلات التاريخية، أم هناك دائما هامش من الحظ من الحذر يجب أن يبقى في مكان ما؟ بصراحة بظن أن الموضوع بيتعلق بالوثيقة التاريخية. هالوثيقة التاريخية كيف تتم قراءتها وكيف تتم إعادة إنتاجها بالمرة الأخرى عن طريق الشكل الفني. وبظن الجمهور هلأ بظل اللي عم يحدث، وسائل الاتصال الهائلة المحيطة فيه صار عنده القدرة أنه يحسن ينتقد. طبعا نحن قدام قراءة أخرى لهون العمل الفني اللي هي مرتبطة بقراءة المتلقي. لا ننسى طبعا أنه أي عمل فني هو قراءة ما لهذه الوثيقة، سواء وثيقة من كتب التراث أو ما يحدث حاليا، فالتاريخ يعيد إنتاجه عن طريق هذا الشكل الفني. لكن المتلقي هون بيجي دوره، وقديش فينا يكون حذر، قديش هو واعي لهي الوثيقة واستخدامها. هل هو مضطر أنه يكون يتقبلها مثل ما هي، أم هو مضطر أنه يتعمق فيها أكثر ليشوف أصولها؟ لانه هون بالنهايه العمل التاريخي دائما بتتجاوز فيه الصنعه، يتجاوز فيه منحى التوثيقي ليقدم منحى فني. فيا ترى هون توازن ولا لا؟ هل نحن امام شكل فني هدفه المتعه والامتاع، ولا امام وثيقه تاريخيه بشكل فني ما هدف التوثيق؟ طبعا ما اظن انه هون في هدف التوثيق، لانه دائما في قراءات قوه، في خطابات معينه بتتعلق بكل عمل فني، كل حدا عنده افكاره وعنده صياغه او معلوماته، اللي مثل ما قال احد الاشخاص بالاراء، في معلومات فتدس. لا اظن هي كلمه تدس هي الحقيقه، هي قراءه ما لهذا التاريخ لهذا النص، محاوله تقديمه للجمهور بشكل معين. طب هذه المحاولة، محاولة تقديمه للجمهور بشكل معين، قد يأخذها كل كاتب أو كل مخرج بطريقة معينة، يعني وهذا هو السؤال الأساسي، يعني ألا تفسد الضوابط المطلوبة من قبل جهات معينة الإبداع الفني وإبداع جهات دون سواها؟ ما بظن ذلك، لأنه شيكسبير أعاد قراءة التاريخ، كثير كتاب العظماء أعادوا قراءة التاريخ إنتاجه ضمن أشكال فنية. لكن هون بيجي السؤال الثاني، هل هذا الشكل الفني هو مقنع؟
هل هو قادر انه يخاطب الجمهور ويقنعهم بقراءه ما؟ لانه بالنهايه ما في تاريخ محايد. انا قصدت افساد الابداع الفني اذا ما كان هناك يعني تقيد بارشادات معينه ونصوص نقلها بحذافيرها بحيث تتحول الى اشبه بوثائق وليس افلام. مشكلة الوثيقة هون هي تتطمر من العمل الفني، إن العمل الفني حالياً عم يتحول لوثيقة ما، وأحياناً عم تكون مصدقة، وهذا اللي عم نشوفه حالياً الآن. التاريخ يصنع، دولة الإسلام مثلاً تقدم وثائق تاريخية بشكل فني كثير عالي وعم تحسن تقنع العالم، فهل يا ترى هذا تاريخ حقيقي؟ هل ما نراه هو تاريخ بالرغم انه في صنعه فنيه عاليه؟ فما بظن هي الضوابط ممكن تاثر قدام تماسك العمل الفني وقدرته على الاقناع، وهذا بيظن بيتبع للاحتراف، قديش محترف صانع هذا العمل الفني سواء دراما، سينما، مسرح او نص. نعم، عمار المأمون ابقى معي، سنأخذ بعض المشاركات عبر تويتر. عايشة الدوري كتبت: التاريخ شيء والسينما شيء آخر، ليس من المفروض أن تبني معلوماتك التاريخية من الأفلام، فهي تمثل وجهة نظر المخرجين. بلال: إذا فكر المسؤولون بالتأثير القوي للسينما على الأجيال الجديدة سيصبح لديهم تضارب في وجهات النظر التاريخية الصحيحة. عبد الخالق فاتن: ليس من المفروض أن تبني قناعاتك الدينية من الأفلام، الفن شيء والتاريخ شيء آخر تماما. ومشاركة أخرى لمها: الجمهور يعلم أنه ليس عليه أن يبني قناعاته التاريخية من الأفلام، ولكن أصحاب القرار لم يفهموا ذلك أو لا يريدون أن يفهموا المصالح الأخرى. مشارك آخر: في وطننا العربي لا نبتكر شخصيات سينمائية مرعبة، فالأفلام التاريخية كافية. إذن هذه كانت بعض المشاركات عبر تويتر، ونعود إلى الشارع. كاميرا بورصة الرأي طرحت السؤال التالي: هل تصدق الروايات التاريخية التي تعرضها الأفلام والمسلسلات التاريخية على بعض المواطنين في موريتانيا؟ فلنستمع سويا إلى بعض ما جاء من آرائهم. هذه المسلسلات وهذه الأفلام التي تنتج اليوم في العالم العربي بصفة خاصة، والتي تتحدث عن حقب معينة من تاريخ العربي بصفة عامة، هي تعتمد في الأساس على روايات جسدتها شخصيات معينة في مراحل معينة من التاريخ العربي، لكنها أيضا تبقى في ثوبها الجديد دراما ممزوجة بنوع من التاريخ. لا أعتقد أنها صحيحة، لأنه عبارة عن شمل أكاذيب الأساطير اللي ما هي دائمة وفساد المجتمع. بعض الشيء صحيحة، مثلا المسلسلات الإسلامية القديمة كثير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها معلومات ما فعله الصحابة ومن الوحي مثلا ومن أشياء. بالنسبة للروايات، بالنسبة للأفلام، وهي إنما خيال سينمائي، ليست صحيحة يعني بتأكيد، ولكنها تجسد، والله مثلا تحاول كانت تطور، مثلا تعطي لمحة، والله زاد مثلا تعطي شيء عن التاريخ، لكن ليست بالضرورة أنها تكون صحيحة 100%. مزيج بين الواقع فمزيج بين الخيال، كيف كثروا من الدراما يعني تعود ماتلات راجعة للتاريخ أصلا، ياك يعود فيها طبعا نوع من التشويق نوع من الإثارة. ليست الرواية صحيحة لأنها تأخذ أنماط غربية أو أنماط أجنبية لا تنتمي إلى المجتمع أو إلى الرواية التي نطمح إليها. إذا كانت هذه آراء بعض المواطنين. ومعي عبر الهاتف سيد حامد، صحفي من مصر. سيد، يعني استمعنا إلى بعض آراء الموريتانيين واستمعنا قبلها إلى آراء لبنانيين وأردنيين، هل تعتقد أن المجتمع يفرض نظرة معينة يعني بالتالي هناك تباين في آراء المواطنين حسب تواجدهم أم ليس بالضرورة؟ السلام عليكم. أولا، أنا أضع من الدراما التاريخية كان الحكومات العربية بتقوم باستغلالها من أجل تشكيل الوعي العربي. إحنا من بعد ثورة 52 ظهرت عندنا في مصر فيلمين شهيرين جدا، فيلم الناصر صلاح الدين الأيوبي وفيلم واقف لما. الفيلمين تم إعلانهم بشكل معين بفيلم ثورات سياسية. عندنا على سبيل المثال فيلم الناصر صلاح الدين الأيوبي، رغم إن الفيلم بيتكلم على صلاح الدين الأيوبي البطل الكردي المسلم اللي حرر بيت المقدس، لكن لاحظنا ان الفيلم تغير تماما عن ذكر كلمه اسلام او كلمه مسلمين.
الفيلم بيقدم صلاح الدين على انه سلطان العرب، ما فيش اي ذكر تماما لكلمه اسلام او كلمه مسلمين. كان تم اعداد الفيلم على انه يخدم الفكره القوميه العربيه ودعامه الرئيس كمال عبد الناصر. وكان التركيز في اسم الفيلم الناصر علشان الرئيس جمال عبد الناصر. عندنا الفيلم كان فيه اخطاء تاريخيه بالجمله، وما لا اعتقد ان الامر ده كان تم عفويا القدرية. يعني انت تريد ان تقول ان الاخطاء كانت مقصوده، يعني ربما لايصال رسائل معينه. مقصوده لان اللي كتب الفيلم، احنا عندنا ثلاثه من كبار الكتاب، كاتب يوسف السباعي، واشترك معاه نجيب محفوظ وعبد الرحمن الشرقاني. لا يمكن ان يكونوا قد تجاوزهم هذا الامر بالصدفه، ربما يكون هناك املاء عليهم. فلا يمكن مثلا ان احنا نبين في الفيلم ان صلاح الدين الايوبي هو بطل العرب، سلطان العرب، هو محرر اورشليم، رغم ان كلمه اورشليم لا يكن يستخدمها المسلمون، كانوا يقولون بيت المقدس. اظهرنا في الفيلم مثلا عيسى العوام في صوره البطل المسيحي، رغم انه في الحقيقه مسلم. طيب ان الامر كان هنا لارضاء بعض البطل. ابقى معي سيد حامد، واعود الى عمار المأمون معنا من سوريا عبر سكايب. ارجع الى هذه النقطه معك، يعني عندما تعكس الحكومات العربيه رؤيتها الشخصيه للاعمال الدراميه، يعني هل تتحول هذه الاعمال الى نوع من الاوهام؟ ما فينا نقول اوهام، الاكثر هي تكريس لخطاب ما، لقراءه ما. طبعا ما فينا نلوم الحكومة، لطالما هذا العمل ينتج تحت ظلها فهي قادرة تقدم القراءة المناسبة إلى إعادة إحياء أي شخصية أو أي حدث ضمن قراءة ما ضمن ظرف ما. يعني ليس بالضرورة. سيد حامد كان يقول إن هناك أهداف ورسائل معينة تريد هذه الحكومات تمريرها، وكان يقصد يعني الحكومة المصرية، يعني وبالتالي هناك يعني إخفال للدور الفني على حساب رسائل معينة، وبالتالي تصبح هذه الأفلام نوع من أداة سياسية تمارس داخل المجتمع. ما فينا ننكر هذا الشيء، وهذا حق الحكومة أي من كانت في أي مكان تقدم الأشكال الفنية المناسبة لها. هذا لا يعني أنه في أشكال هامشية وفي أشكال مضادة بتحاول تقدم قراءة ثانية وقراءة مختلفة. طبعا ما فينا نلوم هذا التشويه بالحقائق إذا بدنا نسميه في العمل الفني، لطالما أداة إنتاج الفني أو القطاع اللي ينتج فيه هذا الفن هو قطاع حكومي أو قطاع خاص، كل قطاع له الحق أنه يحط القوانين والضوابط والقراءات والخصائص لكل شخصية بده يحاول تقديمها. يعني ما فيني لوم الحكومة المصرية مثلا إذا قدمت صورة لعبد الناصر بشكل ما، إذا هي كانت المنتجة في حين أنه ممكن شركة خاصة أو أي شخص ذو قدرة فنية على إنتاج شكل معين يقدمها بصورة مغايرة، وهذا اللي بنشوفه بالمسلسلات التاريخية. بنلاحظ كذا قراءة لكذا حدث، كل مسلسل، كل جهة، كل دولة بصورة أدق بتقدم قراءتها عن هذا الحدث، قد يكون بصورة احترافية فنية عالية يصل حتى الإيهام والإقناع، وقد يكون لا. أشكرك جزيل الشكر عمار المأمون، ناقد صحفي كنت معنا من سوريا، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى سيد حامد معنا من مصر. سيد حامد، يعني أعود إلى هذه الفكرة، فكرة أن من حق الحكومات أن يعني تغير يعني بما يتناسب مع رؤياها ومع أهدافها، يعني مشاهد معينة أو أحداث معينة، ليس بالضرورة التغيير وإنما التشديد على رسائل معينة. هل أنت توافق هذا الرأي؟ لا 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 أوافق على هذا الرأي. تاريخ حقائق ثابتة. لو كان المؤلف من حقه أن هو يدخل بعض الأحداث الدرامية لكن لا يغير في السياق التاريخي. لا يمكن مثلا أن نقول على صلاح الدين الأيوبي أنه عربي رغم أنه كردي. كيف ذلك؟ كيف نتغافل عن ذكر كلمة إسلام أو مسلمين في الفيلم؟ هل لأن جمال عبد الناصر كان على عداء مع التيار الإسلامي مع الإخوان المسلمين؟ هل يعقل في الفيلم أن نقدم عيسى العوام على أنه مسيحي رغم أنه في الحقيقة هو مسلم؟ كيف ذلك؟ ما فيش، التاريخ ما فيهوش رؤية، التاريخ فيه حقائق. لو كان في من حق الشركة أو المنتج إن هو يدخل بعض التعديلات لكن فيما لا يمس الحقائق التاريخية، ولدينا على سبيل المثال فيلم مملكة السماء. الفيلم برضه كان يتحدث عن صلاح الدين الأيوبي، التزم بالحقائق التاريخية، كان التغيير في بعض الحاجات الهامشية التي لم تضر بالقصة الأصلية. وتأكيدا على هذه الرؤية لدينا أيضا فيلم والسماء. الفيلم ليس له علاقه تماما بالتاريخ. تشويه، يعني هو تشويه للحقائق بشكل صارخ. تشويه، شكرا.
تشويه متعمد. نعم، شكرا جزيلا لك سيد حامد، كنت معنا من مصر. فاصل مشاهدينا ونعود بعدها. يا سواسة ما عادش خوف، المجرم هرب، بنعمين هرب. يكون هناك ثورة، لا يجب أن يكون عندها يعني زعيم هو اللي يتحكم في مقاليدها. يعني الشباب يعني في فترة معينة ولا يشوف الأمور بمنظار معين، ضحت فيه أصواتنا وذرفت فيه الدموع والدماء والعرق، وهو شارع الثورة. هو خارج يوم 25 يناير مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، أذكركم بموضوع حلقة اليوم المتعلق بالدراما التاريخية، وسؤالنا هو هل هذا النوع من الأعمال الفنية يجسد التاريخ بشكل صادق أم أنه قد يشوه بعض الأحداث أو الشخصيات التاريخية بشكل متعمد؟ طرحنا هذا السؤال على بعض المواطنين في عمان، سؤال حول المصادر التي يلجؤون إليها لمعرفة تاريخ بلدهم، نتابع. أستمد المصادر التاريخية من كتب التاريخية القديمة ككتاب تاريخ الإمام الطبري وكتب السير وما كان في مجالها، وكذلك الأمر من الكتب التي مشت على منوالها في مثل هذا الزمن لكتاب مؤرخين وموثقين. لا والله مش دائما، يعني مش أغلب أحيان أنه لا، عشان بتكون خالية من المنطقية، يعني ما فيها منطقية كثير فما مصدقهاش، اغلبها ما بصدقها. يعني الكتب التاريخيه بروح على المكتبات وبدور كثير، يعني بصيبني فضول انه اعرف شغلات معينه عن تاريخ البلد فبرجع للكتب. اكثر راح يجي بالي اللي هو الانترنت، ممكن اذا فيديوهات طالعه ممكن اشوفها على اليوتيوب، وممكن اذا مهتم بقضيه محدده اروح على المكاتب اكثر المصادر هذني. إذن كانت هذه آراء بعض الأردنيين، ومعنا الممثل الأردني القدير ياسر المصري معنا من وادي عربة. مرحبا بك سيد ياسر. أهلا بك. أهلا بك. ما هو رأيك الشخصي بهذا الموضوع كونك ممثل؟ هل تعتقد أن المسؤولية التي تلقى على عاتق المخرجين والمنتجين والممثلين كبيرة لدرجة تحملهم مسؤولية نقل التاريخ إلى يعني الشعب وإلى من يتابع أعمالهم؟ أكيد. أول شيء يعني الأعمال التاريخية كأي نوع من الدراما اللي نقدمها على التلفزيون، أي نوع من الدراما يعني تتناول حقبة زمنية معينة، بما أن أصبح الوقت متسارع والزمن
انشغال الإنسان في حياته اليومية كثير، فأصبح الاطلاع على الكتاب وأصبح القراءة قليلة جدا في 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 مجتمعاتنا العربية بحكم الظروف الصعبة اللي بخوض الوطن العربي من ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية، وبالتالي نقل التاريخ من خلال الأعمال الدرامية التي تقدم على شاشات التلفزيون وصالات السينما لا شك أنها مفيدة إلى حد كبير، ولكن هنا تتدخل بعض الأيدي الخفية. لا شك أن كثير من المنتجين والتلفزيونات التي تنتج هكذا أعمال لها وجهة نظر أن تكون سلبية إلى حد ما بما يتناول الموضوع وأخطاء الموضوع التاريخي طيب سيد ياسر، قناعة المنتج يعني في هذا الإطار ما هو يعني هامش نعم تفضل أكمل. ولكن يعني هنالك استفادة كبيرة من خلال المسلسلات التاريخية والأعمال التاريخية التي تقدم على شاشات التلفزيون أو السينما، إحداها أن هذه الأعمال الناطقة باللغة العربية الفصحى تترجم وتقدم لكثير من الدول الشرق أوسطية من ماليزيا وأندونيسيا، وبالتالي هؤلاء الدول المسلمة غير مطلعة كثيرا على التاريخ بحكم، ولكن هذه الأعمال تشرح لهم وتقدم لهم مادة دسمة. ولكن بالمقابل يعني هناك من يأخذ على هذه الأعمال فصاحة يعني كبيرة جدا في اللغة العربية المستعملة وبأنها يعني لا تطال شريحة كبيرة من الجمهور. على كل أشكرك جزيل الشكر سيد ياسر المصري، أنت ممثل أردني كنت معنا من عمان ومعي عبر أهلا بك ومعي عبر سكايب إذن هشام بهلول ينضم إلينا من المغرب. مرحبا بك هشام، أنت شاركت في مسلسلات تاريخية، هل وجدت أنها نقل أمين للوقائع التاريخية؟ أكيد يعني تختلف الآراء بحسب اختلافات يعني مصادر من يشكك أو من يصدق، لكن هناك في بعض الأحيان كاتب سيناريو باتفاق بعد أحيان بعد خروج السيناريو في كتابته النهائية، ولما يحاول المخرج أن يتناوله يعني كإعداد لبدء التصوير قد يتدخل في بعض الخطوط، وقد تكون هناك أحداث تضاف باقتراح من المخرج كي تكون الحبكة الدرامية أكثر يعني تماسكا وشدا لانتباه المشاهدين، فهناك بعض الخطوط تضاف إلى الكتابات التاريخية. عدا عن الحقبة الوصلة الأدبية الحبكة الأدبية، هل لاحظت أن هناك يعني معايير أخرى تدخل على الخط، حسابات أخرى ربما حسابات تجارية أو سياسية أو أيديولوجية يمكن أن تقول كلمتها هنا وأن تغير نوعا ما من يعني واقع الأحداث؟ أنت يعني بما أنك شاركت أنطلق من هذه النقطة، بما أنك شاركت في أعمال من هذا النوع صراحة يمكن أن أتحدث يعني أو أجيب عن سؤالك، يعني ليس فقط كمشارك في بعض الأعمال السالفة يعني تاريخية أو دينية، لما أقول تاريخية فهي أيضا دينية، ولكن أنا حاولت أن أفصل بين تاريخية تاريخ عادي يعني كأحداث حروب وقائع تعاقب على مستوى سيادة دولة ما أو كذا، وحاولت أن أفصلها عن التاريخية الدينية التي هي إلى حد ما مشترك عربي ليس كتاريخي الذي يمكن يخص كل دولة يعني هو
يعني والجانب الديني هو ما يثير اللغط في الكثير من الأحيان، وخصوصا عندما يتم تناول الشخصيات الدينية. يعني كيف تقيم مجمل الأعمال الدرامية بصفة شخصية بصفة مشاهد بالنسبة لهذه النقطة، يعني عندما يتداخل الدين مع التاريخ مع السياسة في حاولت نعم عفوا المقاطعة، حاولت أن أفصل بين ديني تاريخي وتاريخي تاريخي ما هو متعارف عليه في العالم العربي، فقط لأن المسألة الدينية تشكل إلى حد ما حزازات بين متبعي هذا المذهب من عن الآخر، فهنا متبعي المذاهب الأخرى يلومون كاتب السيناريو أو المنتج أو المخرج في بعض الأحيان على أنه في تناوله لشخصية معروفة باتجاه المذهبي الديني المصور بأنه يريد تغليب ذاك المذهب على الآخر. لا أريد أن أقول حتى نصل إلى سنة وشيعة وكذا، وصار كثير من اللغط في هذه المسألة في مسلسل الحسن والحسين الذي صورناه أخيرا مؤخرا يعني السنتين الأخيرتين أو ثلاث سنوات، كان هناك اتهامات لشركة المها على أنها تحاول الانتصار إلى المذهب الشيعي، لكن المسؤولين حاولوا أن يكتبوا أو في الجينيريك البداية حتى موافقة كثير من العلماء الدينيين المتعددي المذاهب منهم الشيعة كذلك السيستاني وأشخاص آخرين يعني قرضاوي كسني، فحتى يبعدوا المسلسل عن هذا النقاش. نعم هشام بهلول سأعود إليك، ومعي عبر الهاتف عماد نجار كاتب ومخرج من فرنسا. مرحبا بك سيد عماد. يعني عندما يتحول الجدل إلى ديني بامتياز، كيف يمكن أن نتجاوز هذا الشيء الذي يمكن أن يعني يثير مشاكل اجتماعية داخلية دينية في أي مجتمع وخاصة المجتمعات العربية؟ صديقتي بالبداية أهلا وسهلا فيك وبكل عم بتابعونا. أنا يعني أنت سألتيني سؤال يخص الجانب الديني، مع أنه أنا كنت مهتم أكثر بأنه أحكي عن الجانب التاريخي. أحكي باللي بدك إياه. نعم نتكلم في الجانب التاريخي. سنتكلم في الجانب التاريخي. بدي أشير لثلاث مراحل تاريخية. هي مرحلة ما قبل الإسلام اللي لم يتم التعرض لها عربيا تقريبا إلا فيما ندر في مسلسل الزير سالم، وتم حرف مسلسل الزير سالم إلى اتجاه كان يراه الأستاذ الراحل ممدوح عدوان، وعمل حتى ما يشبه الفانتازيا التاريخية بعمل تاريخي. يعني شفنا بآخر حلقة أنه كيف بيصير بالزير سالم، وهذا عكس الرواية التاريخية. الزير سالم لم يهان بهذه الطريقة، وشفنا أنه في آخر المسلسل يدخل أبرهة الحبشي أو يتم التلميح إلى دخول أبرهة الحبشي، رغم أنه الفارق الزمني بين المرحلتين 400 عام، ووقتها الأستاذ قال هو يروي التاريخ كما هو يراه. المرحلة الإسلامية اللي هي مثل ما تفضل الأستاذ هشام ومن قبله الأستاذ ياسر، دائما عم بيتم عنا أدلجة ما فينا نهرب منها الحقيقة، وما فينا نكذب، وما فينا دائما في أدلجة. هاي الأدلجة تتراوح بين حالة الانحياز المطلق لمذهب معين أو لفكرة معينة، مرات مش لمذهب معين، وبين الأقرب إلى الاعتدال. يعني أنت بتشوفي بعض الأعمال طيب مثل عمل عمر اللي هو كان نطقة من تاج عربي كان في أقرب الاعتدال. الحسن والحسين. سأعود إليك عماد نشار، ولكن قبلا عفوا على المقاطعة، قبلا نتوجه إلى بيروت حيث سألنا مواطنين هناك عن المصادر التي يلجؤون إليها لمعرفة تاريخ بلدهم، فلنستمع إليهم. إذا بدي أعرف شيء عن التاريخ بقرأ بكتاب التاريخ، بحضر مسلسلات عن أيام الحرب العالمية كلها. يعني في مسلسلات كتير بتحكي عن هالشيء، وكمان بالمدرسة يعني كل مدرسة كل العالم بياخدوا عن كتب التاريخ، بيعرفوا كل تاريخ بلده. أفلام، بحضر أفلام، براجع الكتب، شو بالمدرسة شو عاطينا بيحكوا عن كل شيء التاريخ وهيك. إذا بدي أعرف شيء عن تاريخ بلادي بدي أطلع على الكتب، المراجع، المكتبات. بس للأسف يعني أكثر الكتب صارت يعني محرفة ومزورة. يعني بتطلع على كتاب بتلاقي حكيك عن تاريخ شيء، بتطلع على كتاب تاني بلاقيك حكي شيء تاني مختلف. بس أنا بلاقي أنسب طريقة هي الكتب. بس بدك تعرف لمين المرجع، يعني مين هو كاتب هيدا التاريخ، يكون موضوع يعني.
إذن ومع هذه المشاركات ووجهات الناصر نختم حلقة اليوم. أشكر جزيل الشكر عماد نجار كاتب ومخرج كان معنا من فرنسا، وكذلك هشام بهلول ممثل مغربي. أشكركم مشاهدينا لحسن المتابعة. غدا موضوع آخر وآراء أخرى، فكونوا على الموعد.